وصلنا للمسابقة اللي بتظهر قدرات طبعا الأساتذة الكبار وما أعظم القدرات اللي هنشوفها مع بعض أكيد دلوقتي. طيب بلاش أحراج بقى إطلاقا. وعلى فكرة أنا شخصيا ولا معلومة في دول أعرفها إلا إذا كنت شفتها وكتبتها، غير كده ما كنتش أعرفها، لكن أنا واثق في القدرات. ربنا يطمنك يا كابتن إن شاء الله. يلا يا أحمد السؤال الأول. طبعا ده نجم النجوم ميسي. السؤال: في اي عام اعلن ميسي اعتزاله دوليا قبل ان يعود في كلامه؟ 2016. ما دوستش انت؟ لا دوست بس دوست طيب حاولوا تظبطوا لنا يا جماعه الباص. 2016. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. بدايه كويسه. في رايك ميسي ولا كريستيانو الاعلى فنيا؟ لا فنيا ميسي. ميسي بعيد خالص، كتاب لوحده ميسي. طبعا مفيش مقارنه، مارادونا يعني. وميسي في كتاب والكره بقيه الكوره لعيبه الكوره في كتاب لوحده. مارادونا وميسي في كتاب. طب ميسي ولا مارادونا؟ مارادونا. اختلاف الازمنه. اختلاف الازمنه. ما لا بس الامكانيات امكانيات. مارادونا طبعا. مارادونا طبعا. مارادونا طبعا. هقول لك ليه مارادونا. مارادونا خد نابولي على كتفه وخد بيه دوري ايطالي، دوري ايطالي في مجد ميلان ويوفنتوس وانتر، وخد بيه دوري ايطالي وخد بيه الاوروبا ليج، كاس الاتحاد الاوروبي على كتفه. ميسي كان جنبه تشافي وانيستا وسواريز اوكي مجموعه اللي حواليه يعني. لكن ميسي مع الارجنتين، مع منتخب الارجنتين، مارادونا مع منتخب الارجنتين طبعا. خد منتخب الارجنتين، خد بيه كاس عالم مظبوط، والسنه اللي بعديها وصيف 90. ميسي ما قدرش يعمل ده، لكن ميسي ما عملش. بس كموهبه هما في كتاب هما الاثنين. انا بتفق معاك تماما. يلا السؤال الثاني. دي طبعا اهداف لنادي الزمالك. من هو هداف نادي الزمالك الموسم الماضي؟ اتفضل. مصطفى محمد. مصطفى محمد. طب لو قلت لي كم هدف هسقف لك. تقريبا اديك اختيارات. تسعة. هم 11. بس برافو عليك. كنت حوالي 11. درجة سليمة 100%. يبقى 1-1. اللي بعد. افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. سلام على الجمال. اذا فقد شخص احد عينيه فكم يفقد من قوة ابصاره؟ نص، الربع، التلات ارباع، يعني كم يفقد من قوة ابصاره اذا فقد احد عينيه؟ اللي عايز يتفضل. مدينا اختيارات. نص. نص دي اجابتك الاخيره؟ لا. طيب نص ده مش مظبوط. تلات ارباع. دوس. تلات ارباع. تلات ارباع ده برضو مش مظبوط. هو بيفقد ده سبحانك يا رب. لا مش هنخصم نقط لانه احنا فتحنا الاثنين وما اديناش اختيارات. انا لو كنت اديت اختيارات وانت جاوبت غلط كنت خصمت، لكن انا ما اديتش اختيارات. هو بيفقد خمس فقط غير، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إذا فقد شخص أحد عينيه يتبقى من قوة إبصاره 4 أخماس، يعني ما يتعبش. ما دلنا 1-1. اللي بعد. ظالم الحسن.
كم عدد الأحبال الصوتية في جسم الإنسان؟ ستة. ستة. أنت عندك هنا بيشتغل بس هو يظهر ظابط عليه هو. ستة. برافو عليك، إجابة صحيحة، برافو عليك. بقينا 2-1. أنا هعمل اقتراح لطيف، إذا عندك الإجابة قول له زمر لي. طيب. وانت زمر له عشان الناس تعودت يشوفوا ده. بس ممكن يضحك عليا على فكره. لا ما هو اذا هو لحق يدوس قبل ما تقول له زمر لي يبقى الاجابه عنده. لا ارفع ايديك. اذا قلت له زمر لي هي ماشي. اوكي سبحان الله شفت النصيب. معلش هو النصيب كده. بقينا كده 2-1. اللي بعد open court and he steers it into that opening off the ground he mentioned that to himself earlier oh look at that get من هو الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للرجال 2018 تفضل رافائيل نادال حبيب قلبي نادال برافو عليك هو لاعب الخضر برافو عليك نادال ده لعيب عظيم طبعا عظيم اسطورة حاجه طبعا يعني هو النهارده هو وفيدرر طبعا وفيدرر طبعا طبعا معاهم ديكوفيتش دلوقتي بس فيدرر موهبه والجماليات ونادال القوه ما شاء الله اثنين ميسي ورونالدو ميسي ورونالدو برافو عليك هما الاثنين دول صح برافو عليك تشبيه مظبوط جدا صح بقينا 2-2 اللي بعد كم وتر في العود الشرقي؟ قول له زمر لي لو عايز اختيارات عايزين اختيارات مفيش يعني هنا اجابه؟ لا عايزين اختيارات. اختيارات ستة لا دوس لو عايز تدوس ستة اتفضل ستة ستة ده مش مظبوط ما بدينا اختيارات هيتبقى اختيارين هيتبقى اختيارين اختيارين لو جاوبت هدي لك الدرجة لو ما جاوبتش هيتخصم منك درجة لو عندك روح المغامرة 5 أو 7 خلي بالك لو جاوبت هتاخد الدرجة ما جاوبتش هتشال منك درجة الواحد كان أدبي فاهم وسريع جدا لو عايز قول له زمر لي لو عايز ها قول له زمر لي زمر لي كده 5 برافو عليك برافو عليك أنت فكرت في إيه؟ أنا عديتهم والعود قدامك لا انا جايب عود لسيف ابني ولا والله والله العظيم طب خلاص بقى ده طب المفروض انا فانا يعني رجعت بالذاكره شكلهم ايه 5 ولا 7 طلعوا 5 5 والله بس الحمد لله يعني برافو عليك بقينا كده 3-2 اللي بعد يعني هو السؤال ده ربما يكون صعب شوية وإذا ما عرفتوش هديكوا اختيارات أين أقيم أول سباق للسيارات في العالم في العالم طبعا سباق السيارات في العالم دلوقتي بقت حاجة قوية جدا طبعا. جدا ودول عظيمة جدا بتعمل سباقات في منتهى القوة يعني ادينا خيارات وله قواعد أدي اختيارات فضل. أوكي أدي اختيارات ما حدش فيكم عارف ما فيش مشكلة أوكي هل هو لو انت عايز بسرعه قول له زمر لي لا لا اشوف الاختيارات لان انا شاكك في لا ما لازم اقول اختيارات الاول اوكي هل انجلترا ايطاليا فرنسا انجلترا زمر لي زمر له انجلترا انجلترا ده مش مظبوط طيب هيتبقى ايطاليا ثانيه واحده هيتبقى ايطاليا وفرنسا لو عندك روح المغامره هتجاوب هتاخد درجه مش هتجاوب هشيل من عندك درجه ما هو ما اتشالش من عنده درجه لا ما يتشالش ان هو جاوب من الاول انت دلوقتي فاضل لك اختيارين فمش منطقي ان انا اديك درجه على اختيارين ايطاليا فاضل لك ايطاليا وفرنسا ها دوس كفايه بتاع دوس ايطاليا ايطاليا ده مش مظبوط هي فرنسا فرنسا هنشيل من عند الاستاذ شريف درجه بقينا كده 3-1 3-1 وهي روح المغامره اتفضل اتفضل مرزة مرزة وانا قلت ان هي سؤال صعب لانه ولا انا ولا اي حد يعرف اين اقيم اول سباق سيارات في العالم انا كنت شاكك في انجلترا والله
شاكك في انجلترا؟ لا والله انا كنت شاكك في ايطاليا. لا انا كنت عارف ايطاليا على فكره. ايطاليا ليه؟ ايطاليا عندهم مشهوره جدا، مشهوره جدا، حلبة في روما بس كانت دي بتاعت فرنسا. دراجات دراجات بخاريه، دراجات هوائيه فرنسا دي عارف انا، لكن السيارات قلت ايطاليا. لا وعندهم مضمار رهيب في ايطاليا وفي روما بالذات، حاجه رالي ايطاليا ده وجمهور ايه حاجه جباره يعني. طيب بقينا كده 3-1. الاسئله اللي بعدها اختيارات بيننا احنا الاثنين يعني. لا ممكن حد يعلم ما تصدرش عليه، ممكن يعرف هو ويدوس. شكلك هضيعت، شكلي هضيع الثلاثة. اللي بعد أنا هقول ومؤكد هتقولولي اختيارات مؤكد. ماذا يحدث إذا أحيط العقرب بالنار؟ يعني العقرب كده هو موجود فجأة لقى حوالين منه دايرة نار، ماذا يحدث للعقرب؟ هيتصرف إزاي؟ لو حد عنده إجابة يتفضل، ما كانش هدي اختيارات. اتفضل. ها؟ اتفضل يا كابتن. اختيارات، اختيارات، طيب. عندي 3 اختيارات. يهرب بعيداً يعني حتى يشق النار ويهرب بسرعة، أدي واحدة. أو يلسع نفسه ويموت في مكانه، أو يحفر حفرة ويختبئ بها. يحفر حفرة. لا دوس دوس. ها؟ قول الاختيار التاني إيه؟ يلسع نفسه إيه؟ أنت كده حجزت، خلي بالك. يهرب بعيداً، يلسع نفسه ويموت، يحفر حفرة ويختبئ بها. يلسع نفسه ويموت. يلسع نفسه ويموت. بس هو أجاب ويموت. جاب إجابة قبل كده. لا ده بعد قبل الجرس. قبل النور. يلسع نفسه ويموت. انت ده متاكد منها يعني؟ ولا عايز تغير؟ لا لا متاكد منها. برافو عليك. صح صح. شوف سبحانك يا رب. يعني هو لما يجد نفسه في خطر لا يحاول ان هو يهرب، لا يموت نفسه. يلسع نفسه ويموت. عارف انا اخترته ليه؟ مش عشان عارفها، عشان ده الحل الاغرب. ان هو يموت نفسه. طيب احنا كده بقينا 3-2. اللي جاي يا جماعه اغنيه. المطربة هتسكت في كلمة، محدش يجاوب إلا لما نرجع وأقول لك اتفضل. عايز أنت أقول له دوس لي ماشي، أو زمر لي زي ما أنت عايز، أو أنت تدوس بسرعة. أوكي يلا يا سيدي سمعك. أقول لك دول فتونة فتونة، تقول لي ده كلام، وأقول لك يلا نمر، تقول لي لا لا. لا حرام، سمعها لنا يا احمد كده. انا بقول لك دوس يا شريف. اقول لك دول فتونه فتونه، تقول لي ده كلام، واقول لك يلا نمر، تقول لي لا 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 حرام. الله على الجمال. طب في جمال كده؟ لا طبعا. انت مين المطربه اللي انت بتحب تسمعها؟ نجات. جديد او قديم؟ لا نجات. نجات؟ لا 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 نجات ما عنديش غيرها. نجات ما عندكش غيرها؟ لا لا لا. طب فاكر اي اغنيه لنجات؟ فاكر كل الاغاني. قول لي واحده منهم كده. مش لازم غنى يعني. ساكن قصادي وعندي بعيد منك قريب والعيون القلب. الله. و نسي وحاجات كتير. الله الله انت سميع جامد. عندي المجموعه بتاعتها كلها ما شاء الله. نجات الصغيره انا جايبها من ايام ثانوي. من ايام ثانوي كنت بتحب عليها بقى وانت لا بس عشان ام سيف بقى. لا لا يعني وقتها، يعني وقتها. وانت اي مطرب قديم؟ اي مالكش واحد مفضل؟ طبعا نجات. نجات برضو. ورده. اوكي. فايزه طبعا. ام كلثوم طبعا، وعبد الحليم، وفريد. مالكش في جديد بقى ولا ايه؟ ماليش خالص في حاجه. لا والله ولا مطرب ولا مطربه ولا عمري حطيت. فانا طبعا عربيتي كلها يعني سيديهات او اليو اس بي كله اغاني قديمه. قديمه او قران. لكن مالكش في الاغاني الجديده. وانت مالكش في جديد برضو؟ انا ليا في الاغاني الشعبيه. اللي هي ايه؟ احمد عدويه. قديم برضه. قديم برضه. حكيم ما هو جديد. حكيم جميل يعني. حكيم جميل. يعني دي ممكن اسمعها باي ذا واي كده. هو انا دايما بقول ما اروحلهاش. انا فاهم ما اروحلهاش يعني. طبعا انا عارف ان دلوقتي الشباب الصغير هيقول لك يا عم فكك ونفض وانتم مش عارف ايه ومستعجلين. انت في الوقت اللي بتسمع فيه المطربين اللي قلتهم دول انت بتغذي روحك. طبعا.
النهارده انت بتطلع من الجو اللي انت فيه يا كابتن، وتطلع من الجو اللي انت فيه وتعيش حلم تاني. انا بعد احيان بمسك السماعات وانا حتى ما انا ماشي في الشارع وبيبقى في ضغط عصبي وضغط نفسي انا بسمع اي اغنيه عشان بتغذي روحك. لكن النهارده مع كل الاحترام طبعا في حاجات كويسه وكل حاجه، لكن الاغاني الريتميك الاوفر دي انت بتخش تطلع عرقان من الراس، يعني بيخشوا لا يغذوا الروح ويغذوا الجسد الحركه، والحركه لو ما عرقش يبقى الاغنيه فاشله، عشان كده ما تعرفش تحفظها. يلا هم حافظينها. احنا كده ثلاثة. السؤال اللي جاي ده افيه برضو هيتسكت، واول ما رجع انت بقى عشان هو مش هيديك بسرعه انت دوس كده وانا هشوف لقطتك. اذا انت دوست قبليها هشوفك. يلا يا لا انا اعمل كده. اوكي الواقع ما ترد عليه يا دكتور، اديني في الهايف وانا احبك. ايه بس لقيتها؟ هي ايه دي اللي لقيتها؟ بطلع الغنوة. طيب هما مع الاسف هما الاثنين جاوبوا قبل ما انا اسال، فبالتالي هذا السؤال ملغي. وبالتالي هسال سؤال انا من عندي انا دلوقتي. كم عدد خلي بالك اللي هيقول يدوس، مش هسمع حد مدس. تمام. ايدك لا مش ايدك كده، ايدك على الترابيزه. ايدك على الترابيزه يا كابتن. اي واحد يبص اللي جنبه. يلا كم عدد الجيوب الانفيه لدى الانسان؟ الجيوب الانفيه اختيارات بقى يا كابتن. محدش عارف. اختيارات 4 6 8. اتفضل. 6. ده مش مظبوط. يتبقى 4 و8. جاوبت مبروك، ما جاوبتش يتخصم نقطة، نقول له هو مبروك. 4 و8 اتفضل. 4 جيوب أو 8 جيوب؟ لو مش عايز أجاوب. لا لازم تجاوب خلاص، هو ده سؤال فيصل. هو غلط واداك الفرصة وأنت عندك حاجتين بس. هو جاوب في ظل 3 إجابات، أنت في ظل إجابتين. اتفضل. أنا بتعالج منها بس ما سألتش الدكتور. عدهم يا شريف كده، عدهم كده. 4 ولا 8؟ والله شكلها هتضرب معاك. دوس. اتفضل. 8. برافو عليك. لا 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 لا. شكرا يا كابتن. انت حظك في كل حاجه، في الدوسه وفي الوحده كلام. لا لا برافو عليك. بقول لك ايه، دي رومنتادا يا كابتن. دي رومنتادا. فاز. دي رومنتادا من 3-1 ل4-3. ده هو اختار خيارين. انا كنت ايوه بس لو غلط كنت انت كسبت. فاز. دي رومنتادا يا كابتن. رومنتادا قوي جدا. اكتب انها رومنتادا يا كابتن شريف عبد القادر. هكتبها لك. في ريمونتادا قوية. أيوة. في ريمونتادا قوية. بس الفرق مش كبير يعني. بس من 3-1 ل4-3. واضح انها عادة عندكم. جمال. نور الدين. المركز الثاني مفيش فايدة. اصل الاستاذ جمال زملكاوي والاستاذ شريف اهلاوي، فبقول له واضح انها عادة عندكم. محتاج ترد عليه بحاجة. مش قصدي كده. يا سلام. على الاستاذ جمال نور الدين كم؟ 4-3. ونفسه شريف. طبعا. مدحت. بس الاسئله بتاعتك هتصعب من بتاعتي. ده سؤال للاثنين، هو في سؤال ليك وله. شكرا يا كابتن. مبروك يا باشا. ربنا يبارك فيك يا كابتن. مبروك يا وليد. استاذ جمال شرفت ونورت. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا جزيلا. سعيد. ربنا يخليك. استاذ شريف شرفت. ربنا يخليك يا كابتن. متشكر على البطيختين. دي تحلق بيها طبعا وهتمم عليها بعد شهر. طبعا ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن. نلتقي بمشيئة الرحمن يوم السبت القادم إن شاء الله، لحين عودة طبعا صديقي العزيز وزميلي الأستاذ إبراهيم فايق إن شاء الله، وربنا يشفيه ويعافيه بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.